ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك كام تفاحيه كده في الثلاجه محدش راضي ياكلهم، وعندك لفه جلاش في الفريزر بقالها فتره مش عارفه تعملي بيها ايه. تعالي مع بعض النهارده هنعمل ابل باي كدابه بطريقه تحفه، وهنقدمها بطريقتين بجد حاجه كده خطيره، طعمها وقرمشتها يعني كده خطيره، مش قادره اقول لكم اكتر من ان هي ريحتها وطعمها بجد روعه روعه روعه. خليكم معايا عشان تشوفوا احنا عملنا الابل باي الكدابه ازاي. خليكم معايا. هبتدي بيها هي هتكون التفاح، اي تفاح موجود عندكم البلدي الاحمر الاخضر اي نوع تفاح، هنبتدي ان احنا نغسله كويس ونجيب المقشره ونقشره كويس. قشرت التفاح زي ما انتم شايفين كده، وبالقطاعه بتاعه التفاح ببتدي ان انا اقطع واشيل القلب بتاع التفاح اللي معايا، وبالسكينه كمان هبتدي ان انا اقطع الشرايح دي لمربعات صغيره. هكمل باقي الكميه ونرجع نكمل. قطعنا زي ما انتم شايفين كميه التفاح اللي معايا، وهبتدي ان انا اعصر عليهم عصير ليمونه كامله علشان التفاح معايا ما يسودش، وهبتدي ان انا اقلبه تقليبه كويسه. وعلى البوتاجاز معايا معلقتين كبار من اي ماده دهنيه انتم تفضلوها، سمنه زبده زيت اللي تفضلوه، وهبتدي ان انا ادوبهم، وهنزل بيه كميه التفاح اللي انا قشرتها وقطعتها مكعبات، وكمان عملت عليها عصير يعني عصير ليمونه كبيره على الخمس تفاحات. وكمان هبتدي ان انا انزل بثلاث معالق كبار من السكر، لو عندكم سكر بني متوافر يبقى كويس جدا، مش موجود بنستخدم السكر الابيض عادي جدا. وكمان هحط معلقه كبيره من القرفه، ونبتدي بقى ان احنا نكرمل التفاح اللي معانا لغايه ما يبتدي ان هو يغلي. على التفاح والقرفه والسكر والزبده، اللي حابب كمان يرش رشه من جوز الطيب دي حاجه اختياريه. التفاح اتكرمل معايا اهو، واول ما اشوفه ابتدى يغلي ويعمل الفقاعات دي هبتدي ان انا اجيب معلقه كبيره من الدقيق، ودي اللي هتربط لي القوام بتاع الكرمله بتاعه التفاح معايا، هتخلي القوام سميك كده شويه عامل زي المربى. هبتدي ان انا ادوبه كويس كده مع التفاح والكراميل اللي احنا عملناه، او السكر مع الزبده، يا دوب بس كده يدخل في بعضه. وشايفين السوائل كلها خلاص راحت، مفيش دقيقة واحدة، وهبتدي ان انا اطفي النار. بعد ما حطيت معلقة دقيق وقلبتهم لمدة دقيقة واحدة، هبتدي خلاص ان انا اطفي النار، وهسيب التفاح لغاية ما يبرد تماما قبل ما اشتغل فيه. كرملنا التفاح، وتعالوا بقى كده نشوف المادة اللي هنلزق بيها الفطاير اللي معانا او السمبوسك لو انتوا بتعملوا سمبوسك. معايا هنا معلقة كبيرة من الدقيق، هبتدي انزل عليهم بالمية بالتدريج. انا عايزه الخليط معايا مش سايل قوي ومش تقيل قوي، ابتدي ان انا اقلبهم لغايه ما اوصل لقوام مناسب هوريه لكم دلوقتي. معلقه الدقيق الكبيره اخدت لها تقريبا من 3 ل 4 معالق من الميه، قلبتهم كويس مع بعض، ودي هتكون ماده اللزق الطبيعيه اللي هنلزق بيها اي فطاير احنا بنعملها، او كمان لو بنعمل سمبوسك او بنعمل القطايف والقطايف مش راضيه تلزق مننا، يبقى دي ماده الربط او ماده اللزق الطبيعيه اللي احنا هنلزق بيها الفطاير او اي فطاير احنا بنعملها. هبتدي بقى ان انا اركن الماده دي على جنب، والتفاح اول ما يبتدي يبرد نبتدي ان احنا نشتغل على طول. ومعايا هنا لف الجلاش اهي، انا فردتها كده وابتديت ان انا اقسمها بالطول. المهم ورقه الجلاش تبقى معايا مقسومه اتنين زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اخد منها يعني ورقه او ورقتين على حسب ما انتم بتحبوا التخانه بتاعه الفطيره عامله ازاي. تمام كده اهو، هبتدي ان انا اخد ادي التفاح بتاعي اللي احنا كنا كرمناه، هبتدي ان انا اخد منه معلقه، وابتدي ان انا الفه زي ما بلف ورق العنب بالظبط، يعني هجيب الجنب ده كده والجنب التاني كده عليه، وهبتدي ان انا الفه رول. انا بصور بايد وبشتغل بايد التانية، فمعلش سامحوني بقى على الصوره مش مظبوطه. وهبتدي ان انا الفه اهو كده زي الرول. تمام، وهاجي على اخر جزء بالخليط اللي احنا كنا عملناه، وهبتدي ان انا ادهن دهنه كده خفيفه علشان ابتدي ان انا اقفل الفطاير بتاعتي. تمام كده اهي، هبتدي بقى ان انا اجيب طبق وارص فيها الفطاير اللي انا هعملها، وهخلص باقي الكميه بنفس الطريقه، بنلفها زي ما بنلف ورق العنب، هخلص الكميه اللي معايا كلها وارجع اوريكم هنسويها ازاي.
بقيت الكميه بتاعتي اهي من لف الجلاش، عملنا كل الكميه الحلوه دي ومع 5 ثمرات من التفاح. نقدر ان احنا نفرز الفطاير بتاعتنا دي، هنحط بين كل رق ورق هنحط كيس من اكياس الثلاجه، نقدر ان احنا نحتفظ بيهم في الفريزر ونطلعهم وقت ما نحب نستخدمه. طيب نيجي بقى للتسويه، نقدر نسويهم بكذا طريقه، نقدر نقليهم في الزيت، نقدر نحطهم بدهنه بسيطه من الزيت كده على الوش او من الجنبين في القلايه الهوائيه، او ان احنا نحطهم برده مدهونين من فوق ومن تحت كده في صينيه في الفرن زي ما كنا عملنا السمبوسك قبل كده. هحط لكم طريقه السمبوسك، وكمان كنا عملنا قبل كده فطيره التفاح بطريقه حلوه قوي، بس كانت بعجين بقى وعجنا وفردنا التفاح في النص. برضو كل الكلام ده هحطه لكم في صندوق الوصف، واتمنى يكون يعجبكم. زي ما قلت لكم نقدر نفرز الفطاير بتاعتنا دي في الفريزر ونطلعها وقت ما نحتاج. التسويه بالطريقه اللي انتوا تحبوها، وتعالوا نشوف هنسويها ازاي. هنسوي الابل باي بتاعتنا او الابل باي الكدابه او الفطاير التفاح الكدابه. معايا هنا طاسه على النار فيها زيت، هسيب الزيت بتاعي لغايه ما يسخن ونبتدي ان احنا نحمر الفطاير بتاعتنا. زي ما قلت لكم تقدروا تدهنهم دهنه خفيفه من الزيت وتحطوهم في الفرن او في الاير فراير. انا هحمر جزء، وزي ما قلت لكم كمان نقدر نفرز الفطاير بتاعتنا دي، فانا هشيل جزء بس خلي بالنا بين كل طبقه والتانيه بيبقى فيه كيس ثلاجه. الزيت معايا سخن، هبتدي انزل بيه الفطاير بتاعتي، والفطاير بتاعتي كنت قافلاها بالدقيق والميه علشان ما تفتحش معايا في الزيت. وادي زي ما قلت لكم انا هحمر بس كام واحده كده علشان اوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، واول ما تتحمر هقلبها على الجنب التاني ونرجع نوريها. اول ما الفطاير احس ان هي اخدت لون اتاكد ان انا اقلبها على الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده، وطبعا اللون ده زي ما تحبوا، حابينه افتح من كده حابينه اغمق من كده، دي الحاجه ترجع لك حاجه. طب من الجنب التاني زي ما انتم شايفين كمان ما فكتش معايا، اول ما تتحمر هطلعها. الابل باي معايا خلاص اهي اتحمرت، وتعالوا نسمع كده مع بعض القرمشه، حاجه كده خطير. زي ما قلت لكم اللون تقدروا انتوا تتحكموا فيه ان هو يبقى افتح من كده، دي على حسب الراحه بتاعتكم في لون الفطاير. تعالوا بقى نقدم الفطاير بتاعتنا ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. وادي الفطاير بتاعت الابل باي الكدابه اللي احنا عملناها بجلاش. انا قدمتها جزء حطيت عليه سكر بودره، والجزء الثاني حطيت عليه صوص كراميل. تقدروا تزينوه بالطريقه اللي انتوا تحبوها واللي انتوا تفضلوها والولاد كمان يحبوها. بجد الطريقه سهله وبسيطه جدا، وطعمها وريحتها خطيره حرفيا. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع ويعجبكم ويعجب الولاد. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، مستنيني فيديو جديد. باي باي.